ومرة جديدة مشاهدينا نذهب إلى نابلس حيث ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث الزميل خالد القاسم. خالد، هل من جديد؟ كنت قد تحدثت يعني عن تشييع جثامين النشطاء الذين قتلوا صباح اليوم على يد قوات إسرائيلية، يعني كثائر على عملية الأغوار يعني الذي قتل فيها إسرائيلية مع ابنتيها. نعم جزيل، الآن يشيع الفلسطينيون الثلاثة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في مدينة نابلس هتافات منددة بالعملية وتدعو للمقاومة والثأر للفلسطينيين الذين قتلوا من جراء العملية التي نفذتها القوات الخاصة وقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في حي الياسمينة بالبلدة القديمة من مدينة نابلس. كما تشاهدين يتوجه الفلسطينيون بالجثامين الثلاثة إلى المقبرة الشرقية في مدينة نابلس بعد أن تم وداعهم في مستشفى رفيديا الحكومي. يذكر أيضا يعني بأنه تم تشويه، يعني كانوا مشوهين كما ذكرت إثر إطلاق ربما صواريخ على المنطقة ودخول 200 نعم. جندي إسرائيلي حيث استخدمت فيها نعم. يعني أسلحة متفرقة. وزارة الصحة أعلنت بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بأن 2 من الثلاثة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي كان من الصعب التعرف على هويتهم جراء التشوهات التي أحدثتها الانفجارات والقوات النارية من القوات الخاصة والجيش الإسرائيلي. بعض المصادر الفلسطينية المحلية تقول بأن إسرائيل أدخلت إلى داخل المبنى الذي تحصن فيه المسلحون طائرة مسيرة كانت مفخخة انفجرت بداخل المنزل، وربما هذا يؤكد معلومة بأن هناك تشوهات وأن أحد الثلاثة كان رأسه مفصولا عن جسده جراء الانفجارات داخل المنزل. هل من معلومات فيما يتعلق بالطلاب الذين تعرضوا لحالات اختناق، يعني وعدد هؤلاء 160 كما ذكرت أو 152 طالب؟ لا لم ينقل أي منهم إلى المشافي، تم علاج جميع الحالات ميدانية في باحة المدرسة الذين اختنقوا بالغاز المسيل للدموع بداخلها أثناء توغل القوات الإسرائيلية والقوات الخاصة إلى داخل البلدة القديمة في نابلس. 2 من النشطاء الذين قتلوا هم كما ذكرت لنا خالد تابعين لحركة حماس، وبالتالي بماذا ينبئ المشهد الآن؟ يعني المشهد ربما سنشهد خلال الأيام القادمة تصعيدا في مناطق الضفة الغربية، وربما أيضا نشهد تصعيدا على جبهة قطاع غزة، وخاصة أن حركة حماس في قطاع غزة نعت 2 من القتلى وقالت بأنهما من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري التابع لحركة حماس. ربما سيكون هناك عمليات انتقامية سواء من مسلحين في الضفة الغربية أو صواريخ من قطاع غزة، كل الاحتمالات واردة، ولكن ربما ما كان لافتا هذا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي ربما لأول مرة يستخدم الطائرات المسيرة في تصفية مسلحين فلسطينيين. شكرا لك خالد لكل هذه المعلومات. زميل خالد القاسم رافقنا من نابلس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.